الجوي بوي قد عاد، وقال حكيم ذات مرة: لا يوجد أخطر من رجل عاد من الموت. فما بالكم بشخص عاد من الموت أكثر من مرة. لوفي والمحرك الخامس وصل للساحة يا جماعة، ويا لها من لحظة تاريخية. ملايين الأشخاص حول العالم كانوا في انتظار هذا الحدث التاريخي. سخر البعض من هذا الحدث وفرح وطبل بطبول الحرية البعض الآخر، وأنا واحد من المطبلين يعني ما يحتاج. أودا يا جماعة قدم لنا شخصية هزلية اسمها لوفي. وبشكل عام يا جماعة عالم أودا أو عالم ون بيس وهوية ون بيس تتميز بالكثير من الهزلية والسخرية والكوميديا. وقت الضحك يعطيك ضحك، وقت الجد يعطيك دراما وكتابة بقلم من ذهب. فاليوم يا جماعة جاي أسولف لكم عن المحرك الخامس، وليش المحرك الخامس أو جير فيفس على قولة لوفي قد يكون أحد أعظم ما كتبه أودا في قصته اللي مليانة أشياء عظيمة وأسطورية ثانية. محدثكم الوجيه، قبلوا لايك لو عجبك الفيديو، اشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ. في الحلقة 1071 يا جماعة شهدنا أحد أعظم الأحداث اللي كل قراء المانجا أو مانجا ون بيس بالتحديد كانوا ينتظرونه. قد نختلف في سرد الحلقة وقد نتفق، ولكن في الواقع كان فيه فكرة جدا ممتازة في إخراج هذه الحلقة، ألا وهي إيقاظ لوفي وكيف لوفي راح يتعامل وينسجم ويتناغم مع هذا الإيقاظ العجيب والغريب. يا جماعة لما نتكلم عن إيقاظ فاكهة فإحنا نتكلم عن شخص يقدر يحول كل شيء يلمسه إلى طبيعة الفاكهة اللي هو ماكلها، مثل إيقاظ دوفلامينغو كان يحول كل شيء إلى خيوط، وإيقاظ أكاينو وأوكيجي المرعب اللي حول جزيرة بانك هازارد إلى نصفين، نص جليد ونص حمم. ولكن لوفي يا جماعة وإيقاظ لوفي قد يكون الأصعب والأغرب من بين معظم الفواكه، لأنك تتكلم عن إيقاظ يحول كل شيء إلى مطاط بما فيها صاحب الفاكهة. كل شيء يلمس لوفي يتحول إلى مطاط. انتم متصورين الفوضى اللي ممكن يتسبب فيها لوفي لو فقد السيطرة على إيقاظ فاكهته؟ تخيلوا لو إن لوفي مجرم، مش شخص طيب وحبيب وظريف وهزلي، ايش كان ممكن نشوف؟ غير كذا يا جماعة فاكهة نيكا وإيقاظ فاكهة لوفي ما له أي حدود، ومثل ما قال أحد الجرسي في حلقة 1071، الشيء الوحيد الذي يحد من خطورة هذه الفاكهة هي مخيلة صاحبها أو آكلها. انتم متصورين الحوسة؟ انتم متصورين ايش يعني فاكهة خطورتها تعتمد على مخيلة الشخص نفسه؟ بمعنى انه إيقاظ فاكهة نيكا يعطي صاحبها الحرية التامة والكاملة في تغيير وتشكيل الواقع كما يشاء. أكرر، أنتم مستوعبين؟ إيقاظ فاكهة نيكا يعطيك كامل الحرية في أنك تحقق كل شيء تتخيله، بوم يصير، تقدر تطبقه مباشرة على أرض الواقع. شفنا لوفي قال عضلات عضلات، بوم بوم صار عضلات. شفنا لوفي كيف كان يمسك كايدو ويبرم ويخبط فيه كأنه لعبة في يده. آسف جدا لك يا كايدو، والله شخصية عظيمة يعني، بس معليش إيقاظ لوفي حوس. غير كذا يا جماعة ومن ناحية إخراج الحلقة وسرد الأحداث فيها، صحيح ما شهدنا شيء كبير في قتال لوفي وكايدو، وهذا الشيء كثير من الجمهور شاف إنه سلبية، الحلقة المنتظرة آخر شيء كل القتال شوية، بس ترى حرفيا يا جماعة الحلقة ما كانت مركزة على القتال، بالعكس كان في تركيز عالي جدا من ناحية إخراج الحلقة في كيف إنه إيقاظ فاكهة لوفي فوضوي جدا. المخرج كان مهتم وحريص إنه يخليك تشوف كيف وضع لوفي مع الإيقاظ. المسألة ما هي مسألة يلا إيقاظ بوم بوم يلا ضارب، لا، المسألة ما هي مسألة جليد ولا نار ولا حمم، المسألة مسألة إيقاظ فاكهة تعطي صاحبها وكل شيء حوالينه خواص المطاط، كل شيء يصير مطاط، بوم بوم طن طن، لدرجة انه لوفي اول ما صحي يا ولد ايش يسوي طن طن زي يا ولد كل شيء مطاط، حتى رجوله عظام وكل شيء صار مطاط. لوفي كان يواجه صعوبة جدا في استعادة شكله الطبيعي. يا ولد يا هو ايش في، كان يحسب انه سكران، لا ما انت سكران، انت ايقظت فاكهتك. فايقاظ لوفي يا جماعة مرة ثانية ما هو شيء سهل ابدا، علشان كذا كان جزء كبير من الحلقة او اكثر التركيز كان على الحلقة ما كان مركز على القتال بقد ما انه حاب يوريك كيف راح يتعامل لوفي مع هذا الايقاظ المرعب والهزلي. لما اقول لك ايقاظ فاكهة اوكيجي، اوكي كل شيء تلمسه يتحول الى جليد، امر مرعب فعلا، بس انه قابل انك تتعامل معه كونك انت اوريدي عارف خصائص فاكهته. لما اقول لك ايقاظ اكاينو، كل شيء يلمسه يتحول الى حمم، برضو امر قابل انك تتعايش معه كونك اصلا عارف اصل فاكهته. لكن فاكهة لوفي، وشكرا للمخرج انه ركز على هالجزئية، فكرة انه لوفي واجه صعوبة في انه يستوعب ايقاظ فاكهته وفهم ايقاظه وكيف راح يتعامل معه، هذه بحد ذاتها حاجة
جدا جدا رهيبة، وفعلا كانت تستحق انه يتم تسليط الضوء عليها في معظم اجزاء الحلقة. معلش القتال يا جماعة، لحقين على القتال، حنشوف قتال وحنشوف حوسة، بس مش الحين. الحين كيف لوفي ايقظ فاكهته وكيف راح يتعامل مع هذا الايقاظ المرعب. واما من ناحية الهزلية والسخرية اللي شفناها في حلقة اليوم، ما راح اقدر الوم اي شخص يطقطق على الحلقة، خذ راحتك عادي، كل شخص له حدود في تقبل الاشياء من حول. بس لازم تفهم شغلة مهمة جدا، اودا من بداية القصة وهو جالس يلمح لك تلميح واضح، الهزلية والكوميديا جزء لا يتجزأ من هوية ون بيس ومن بطل قصة ون بيس لوفي. لوفي بطبيعته وطبيعة فاكهته شخصية عندها قدر عالي جدا من الهزلية والحس الفكاهي، دائم يضحك، دائما يستهبل، ما ياخذ معظم الامور بجدية، وقت الجد شوف رجال، وقت السبهلة لا يعطيك سبهلة لين تدوخ، من لحظة خروجه من البرميل يا رجل هو يستهبل. يا ولد بطل القصة، ايوه بطل القصة تم تقديمه لك من اول حلقة بذا الشكل، تبغى تكمل كمل، ما تبغى تكمل لا تكمل. طبعا انا واحد من الناس اللي زمان وقتها الون بيس ما اختارني، شفت لوفي طلع من البرميل بوم قفلت الحلقة ومشيت، ولكن شكرا شكرا يا رب اني رجعت اتابع عالم ون بيس وتابعت قصته، لانها فعلا شيء ما كنت اتوقع يكون بهذا الجنون. نرجع يا جماعة الكلام، انا اودا من اول حلقة وهو يقول لك شوف يا حبيبي المتابع، هذا عالمي، كوميديا هزلية، فيه مسار مجنون وفيه مسار ابن 66 مجنون، تبغى تتابعه هذه هوية عالمي، هزلية، كوميديا، جنان، أسرار، أشياء كثيرة في قصة عالم ون بيس، ولكن الهوية الأساسية تتسم بالهزلية والكوميديا والحس الفكاهي، لك الحرية في أنك تتقبلها أو ترفضها، إذا رفضتها الله يستر عليك بالتوفيق، العالم مليان قصص، ولكن إن عجبتك فأهلا وسهلا بك، لأنك راح تشوف الكثير من المتعة والكوميديا والهزلية إلين تدوخ، وبشكل لم يسبق لك أنك شفته قبل. ولكم أن تتخيلوا يا جماعة أن لوفي عنده مخيلة ظريفة ومجنونة لأبعد حد، لوفي شخصية مهبولة، وإيقاظ فاكهته يخدم شخصيته وهوية عالم ون بيس بشكل عام، ومش بشكل عادي لا، بشكل مرة مجنون، وأي شيء يتخيله لوفي راح نشوفه مطبق على أرض الواقع. يعني الحين اطلق الخيال، انت اقعد تخيل ايش ممكن يسوي لوفي. لوفي يقدر يسوي، يقدر يسوي بوم يطلع لك ايس اللحية البيضة، يسوي اشياء كثيرة جنبه. لوفي قال عضلات عضلات بوم عضلات عضلات زي ما قلنا. لوفي يتخيل انه قاعد يلعب بكايدو لعب فيه. لوفي يتخيل انه يضرب كايدو على راسه ويطلع فوق نجوم وعصافير طلعت فوق راسه نجوم وعصافير. مش لانه اودا قاعد يستهبل عليك لا، هذه هوية لوفي، لوفي أهبل مجنون، هو كذا يتخيل القتالات صارت كذا. لوفي يتخيل إنه كايدو عيونه تطلع من مكانها طلعت من مكانها، حتى كايدو قاعد يقول يا ولد إيش فيني، إيش اللي قاعد يصير فيني، كايدو مو قادر يستوعب إيش اللي قاعد يصير، إيش الإيقاظ الغريب هذا. خلاصة الكلام، أي شيء يتخيله لوفي يقدر يطبقه على أرض الواقع. حلو حلو. وهنا يا جماعة تكمن خطورة فاكهة نيكا، الفاكهة ولله الحمد طاحت في يد الشخص الصح، علشان كذا قالوا لك الجيروسي فواكه الزون لها إرادة، هي اللي تختار صاحبها مش هو اللي اختارها، لأن الفاكهة تختار الشخص اللي راح يعرف يتعامل معاها. فاكهة تيتش اختارته لأنها فاكهة، لأنها فاكهة ظلام، فاكهة شر، وتيتش يخدمها وهي تخدم تيتش، فراحت واختارته، حتى علشان يحصل عليها اضطر انه يقتل. فاكهة تيتش فاكهة خبيثة اضطر انه يحصل عليها باخبث طريقه، وفاكهه لوفي وداها عنده شانكس وقال لها اختاري اذا هذا الطفل المناسب خليه ياكلك، وبالفعل اكلها. فاكهه نيكا اختارت لوفي شاب بعقليه طفل بريء ومجنون وجريء وقوي، علشان كذا شفنا ايقاظ فاكهه نيكا بهذا الشكل المختلف والمميز واللي فعليا ما راح نشوفه في اي مكان اخر. فلكم ان تتخيلوا لو ان فاكهه نيكا وقعت في يد الشخص الخطا، هو ما راح يصير يعني، لانه الفاكهه لها اراده وراح تختار الشخص الصحيح. يعني ممكن انت تقول اوه باكل فاكهه نيكا فجاه يطيح عليك شيء، يجي واحد يصدمك، ما راح تاكلها، مستحيل تاكلها اذا هي ما اختارتك. فلكم ان تتخيلوا، خلونا نتخيل فرضا لو انه الفاكهه دي طاحت في يد واحد مجرم شرير مخه كل تخيله ودمار وتقطيع ونهب وسلب، ايش كان بيصير؟ كان العالم بيصير فوضى. فيب الحمد لله انه الفاكهه اختارت لوفي الطفل الشاب الرهيب المجنون الساخر الهزلي الكوميدي اللي يخليك تضحك وتنبسط في كل لحظة، وفي القتالات يطربك ويخليك تنبسط برضو. أنا قلتها يا جماعة من زمان وراح أكررها مرة ثانية، لم ولن تجد كاتب أكثر جرأة من أودا. فكرة إنك تكتب أحد أعظم أحداث قصتك بهذا الشكل الهزلي والجنوني شيء ما راح يتجرأ يسويه أي كاتب ثاني. معليش يا جماعة، حب كبير لكل الكتاب
قصص كثيرة رائعة شفناها، بس ما في أي كاتب راح يتجرأ ويكتب أحد أهم أحداث قصته بهذا الشكل الهزلي أبدا. شكرا يا أود أنك كتبت لنا ون بيس، وشكرا يا رب أني كنت جزء من هذا التاريخ. يوم 6 أوغست من سنة 2023 يوم تاريخي وحدث فخور جدا أني كنت جزء منه. أنا ما ودي أسهب في الكلام يا جماعة وأتكلم أكثر من اللازم، لأن الحلقات القادمة راح توضح لكم أكثر وأكثر عن الكلام اللي أنا قلت. ولكن خلاصة الكلام، لوفي مهبول إيقاظه مهبول مثله، لوفي هزلي إيقاظه هزلي مثله، هوية ون بيس تتسم بالجنون، وأعظم حدث في ون بيس يتسم بالجنون. انتهى الكلام. أنا زعلان بس من حاجة واحدة في الحلقة هذه، إنه تيبن أوروتشي كان له جزء بسيط منها، حلقة تاريخية وأوروتشي كان جزء منها. آي الأسف، آي القهر. ولكن الحمد لله أننا شفناه يحترق ويقع في شر أعماله بهذه الطريقة اللي فعلا تليق فيه. ها كريه. فيا رب إني ما طولت عليكم الفيديو، إن شاء الله إنه يعني وقته مناسب وقدرت أوضح فيه النقاط اللي أنا أحتاج أوضحها. حلقة من أروع ما يكون، وإن كانت تطلعاتي لها أكثر، وهذا الشيء غلط يا جماعة. لما تشوف في حدث ضخم وعملاق والناس كلها تتطلع له، لا ترفع سقف طموحاتك مرة فوق، يعني خليك في المنطقة كمان أنت. ولكن في النهاية وللأمانة عشان برضو ما نظلم، الحلقة قدمت الشيء اللي يرضيني تماما، وخرجت منها وأنا مبسوط وسعيد جدا. يا رجل ضحكات لوفي في الحلقة تخليك تضحك، تروح تنام وانت سعيد، تنام وانت مبتسم. فارقصوا أيها الونابس وطبلوا فرحا، لأنه اليوم وحلقة 1071 شهدنا فيها التاريخ، أو جزء كبير من التاريخ، أو على الأقل في عالم الأنمي. لكم أن تتخيلوا كم في شخص محروم من هذه المتعة. وقال حكيم ذات مرة: مش أنت اللي تختار ون بيس، الون بيس هو اللي اختارك. يعطيكم العافية يا جماعة، تعالوا تابعوني على تويتش لو حابين، يعني بحيث نحضر الحلقات القادمة مع بعض إن شاء الله، لأن القادم راح يكون مليان هزلية وجنون وشيء لم ولن يستوعبه العقل البشري. ولا تنسى هبلوا واحد لايك لو عجبك الفيديو، واشترك في القناة، وتعال تابعني على مواقع التواصل، كل حساباتي موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.